قرار صائب جدا مجلس اداره والجهاز الفني. طبعا وجود طيب الجماهير في الملعب. استاذنك بس كابتن كوشي قبل ما اتعلق على الموضوع ده معايا السيد اللي هو شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. اكيد الفتره الجايه مجهود كبير بيقوم بيه، هو بيقوم بمجهود كبير ويعني كلنا ملاحظين وبنلتمس هذا الموضوع طبعا في الفترات السابقه، دخول الجماهير وزياده عدد الافراد والجماهير في الفتره اللي فاتت كانت اللي هو شيرين شمس دائما موجود وكلامه دايما مع الجهات الامنيه بهذا الخصوص. كابتن ساتيليا مساء الخير عليك. ازاي حضرتك؟ كابتن احمد كشري معانا في الاستوديو، بسلام حضرتك كتير. حياتي الكابتن احمد كشري. الله يخليك ستيليا، مبروك، الف مبروك يا ستيليا. الحمد لله مبروك علينا كلنا جميعا. طبعا مبروك ستيليا، يعني بنشكر مجهوداتكم طبعا اللي بتقوموا بيها عشان جمهورنا يبقى موجود بشكل مميز، بشكل اللي احنا شفناه حضرتك طبعا في المباراه بتاعت امبارح، والاستمتاع سواء باداء اللاعبين والنتيجه، والواحد يبقى قاعد كده مروح وهو مبسوط وسعيد بفوز فريقه. لكن طبعا مجهود بتقوموا بيه بشكل جيد جدا ست اللواء، المرحله الجايه بقى والمباراه القادمه. هو طبعا يعني احب اشكر الاول برضو وزاره الداخليه، مجهود رجال الامن الحقيقه غير طبيعي. يعني حاجه تفوق الخيال الحقيقه، الناس تفانوا خدمه الجمهور وتفانوا في مصر كلها. طبعا كل الاول ست اللواء الصوت بس بيقطع، لو حضرتك بس نقف في مكان يكون فيه شبكه. طب حضرتك سامعني؟ كده كويس ست اللواء، كده كويس تمام تمام. فيعني الحقيقه وزاره الداخليه ورجال الامن يعني عاملين مجهود غير طبيعي، فاحنا طبعا من خلال برنامج حضرتك بنقول لهم الشكر، ويعني ده هدينا بيهم، ويعني ربنا يكرمهم جميعا ان شاء الله بامر الله. طيب يعني ايه اللي كان يعني في المباراه دي اللي ممكن نكون ناقص ان شاء الله نكمله في المباراه القادمه ست اللواء، من حيث طبعا دخول الجماهير وشكل الجماهير؟ والله ابدا حضرتك، يعني الناس الحقيقه التزمت بمكانها، دخلت البوابات اللي موجوده ارقام على تذاكرهم، الامن ساعد في كده، لا هو الجمهور ساعدنا كمان يعني. طبعا الامن بذل مجهود كبير، زمايلي كلهم في النادي بذل مجهود كبير، لكن كل ده كان ممكن ما يبقاش باين كده لو كانش الجمهور ملتزم بدخوله والتزامه باماكنه. فالحقيقه لا هو الجمهور يعني ساعدنا جدا، وده نتيجته انه طلعت المصدر حضرتك زي شفته امبارح ده يعني. صحيح صحيح. لكن احنا دلوقتي مطالبه ب 70,000، توافق عليها ولا لسه ست اللواء؟ لا لسه ما توافقش عليها، ومنتظرين الموافقه ان شاء الله. طيب ميعاد الماتش ست اللواء خلاص تحدد يوم الحد زي ما احنا بعتنا للاتحاد الافريقي اعتراضنا لحد الساعه 7. تمام. التانيين ردهم، بس اعتقد ان هو مش هيبقى في اعتراض لانه في اليوم ده ما فيش مباريات اخرى، يعني ما فيش بطولات ثانيه، ما فيش مباريات اخرى. اعتقد مفيش ما يمنع ان يبقى ان شاء الله يوم الاحد باذن الله. هو تقريبا انت متحدد لنا اللي هو الايام اللي قبل يوم الاحد، الجمعه سبت احد، تقريبا هو ثلاث ايام والنادي الاهلي تختار الاحد. طيب سياده اللواء معلش بقى، يعني مهمه جدا المعلومه اللي احنا هنقدمها للجمهور بخصوص التذاكر في المباراه القادمه، لان طبعا كان في مشاكل كتير في المباراه اللي فاتت، مش مشاكل يعني، بعض الناس ما كانوش عارفين يحصلوا على التذاكر بشكل سهل وسريع. انا عارف ان كان في 27,000 اول مجرد لما الموقع فتح التذاكر، 27,000 او من الجمهور حصلوا على التذاكر من على الانترنت، لكن الامور الثانيه او التذاكر الباقيه كانت في صعوبه في الحصول عليها. يا ريت برضه حضرتك توضح لنا الفتره الجايه. المشكله ما انا عايز اوضح، هو المشكله ان مفيش باقيه. يعني هي التذاكر اتباعت على الانترنت، العدد الناس اللي تقدمت بطلب الشراء هو اكبر، او يعني هم كانوا حاولوا يخشوا على السيستم بعد ما احنا قفلنا، الناس لقت السيستم قفل لان احنا خلصنا، فانا ما اقدرش ان انا اخد طلبات او رغبات اكبر من العدد اللي عندي. وبالتالي الناس لما لقوا ما فيش سيستم ابتدوا يلجأوا للنادي او يلجأوا يشوفوا يحاولوا يجيبوا التذاكر منين، فهو ده اللي اظهر ان في مشكله، وهو في الاساس ما فيش مشكله. انا بطرح على النت، بمجرد ما العدد حضرتك بيكمل عندي في عدد التذاكر اللي عندي انا بقفل خلاص. فالناس بقت تقول ان في مشكله في الدخول على الانترنت، هو مفيش مشكله، هو مشكله ان السيستم قفل. هو كله بيبقى على الانترنت يا ست ليه؟ كله على الانترنت يا فندم، في احنا عندنا 20,000 دول اللي هم حاملين البطاقات. تمام. دول بينزلوا الاول، بنفتح لهم لوحدهم عشان لو هم دول مش هيكملوا 20,000 او في منهم ناس مش عايزه تروح، بنطرح الباقي كله اللي هي التذاكر المفتوحه برضه على الانترنت. برضه على الانترنت. طب يعني معلش ست ليه، برضه احنا بنتكلم في فئه ما بتقدرش تتعامل مع الانترنت، ازاي نوفر لهم الحاجه دي؟ بص حضرتك هقول لك على حاجه، مفيش يعني اي نظام حضرتك بتيجي تعمله مفيش نص نظام، يا نظام كامل
تمام، يا اما الدنيا هتتلخبط. موضوع المنافس ده حضرتك احنا خلاص يعني بالنسبه لنا موضوع اتقفل خلاص. يعني مش موضوع المنافس ده مش هنفتحه تاني، لان ده من ضمن الاسباب الرئيسيه جدا جدا لسوق السود. ايا كان الموظف اللي قاعد بيبيع البتاع، انا ما بقولش لا موظف بتاعي او موظف فلاني، لكن بتكون نتيجتها الضغط والناس بتضغط على يعني انا حضرتك فلنفترض بعنا على الانترنت وفضل 5000 تذكره، حضرتك متخيل لو فتحت منفذ 5000 تذكره دول هيخلصوا في قد ايه؟ والزحمه هتبقى عامله ازاي؟ صحيح. كانت المنافس دي كانت بتتكسر. فالموضوع لا هو كله، وبعدين يمكن انا وانت او انا يعني انت لسه شباب، احنا اللي نقول بقى مش عارفين. انت شباب يا ست اللون. لا ده انت شباب ما شاء الله، بتتحرك في النادي بتشوف كل طلبات الناس يعني في النادي، ما شاء الله عليك ست اللون. ربنا يكرمك. اقصد الموضوع يعني حتى اللي مش عارف عنده ابنه عنده اخوه عنده جاره، الموضوع ده بقول لحضرتك الاقبال بزياده يعني الاقبال باكبر من عدد طبعًا. يعني عايز اقول لك ضعف وضعفين وثلاثه طبعا. ما جمهور النادي الاهلي هو حابب فريقه، حابب فريقه، عايز يبقى موجود. وانا انا مقدر طبعا التجربه، تجربه هايله، واحنا من اوائل الانديه اللي اشتغلت عليها. اتمنى بقى ان يبقى في ابديت ست اللي هو ان شاء الله في الفتره الجايه، يبقى الرقم الكرسي بقى كده وكاننا داخلين سيما يعني. بص حضرتك دي ده اللي احنا نتمناه يعني. هقول لك اه بتمناها، بس هقول لحضرتك على حاجه، دي ما تعرفش تعملها غير لو كان استادك انت. صحيح. يعني استاد بتاع النادي الاهلي او استاد بتاع نادي الزمالك او استاد بتاع نادي الاسماعيلي مثلا، هو ده اللي هيقدر يتحكم، يقدر رقم كراسيه ويقدر يعملها. الاستادات التي لا تملكها اللي حضرتك بتاجرها بس، ما بتقدرش تتحكم في الاستاد، ما بتقدرش ان انت تنظم امورك جوه الاستاد. معاك انا. الطريقه اللي انت عايزها لوحدك يعني. معاك انا دي ست اللي هو ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله المباراه القادمه، ونبارك لبعض بامر الله هذه البطوله بامر الست اللي هو طبعا مجهود كبير بتقوموا بيه، سواء بقى مجلس اداره، المدير التنفيذي للنادي، كل العاملين في النادي الصراحه همهم الاول والاخير هو الحصول على البطوله دي ان شاء الله. كابتن كشري ارجع لك فنيا، كابتن كشري كنا بنتكلم على الجمهور وست اللي هو دخل ان شاء الله 70000 يبقوا متواجدين، احنا كلامك بقى فنيا. ايه اللي اختلف في مباراه النجم هنا عن مباراه النجم هناك؟ في تونس.